أنا كنت في مطعم حق فول قاعد أفطر في محل فول اسمه فوال الشعب في شارع سكة الحديد، يعرفوه أهل المدينة. كنا نفطر داخل محل الفول هذا، فجأة والمحل كان مزحوم طبعا، ففجأة واحد رجل قام غسل راح للمحاسب، اتكلم مع المحاسب كذا وهو خارج قال ترى أنا حسبت عنكم جميعا. طبعا الناس اتفاجأت وزعلت، ما يصير يا فلان يا محمد يا إبراهيم يا أحمد يا ما يصير مدري، قال ترى أنا حسبت عنكم جميعا وراح. راح سألنا العامل المعلم اليماني أبو صهيب الله يطول عمره مين هذا الرجل. طبعا هذا الكلام قديم يعني في 17-18 سنة كذا أو أكثر. فسألنا أبو صهيب المعلم حق الفول مين هذا الرجل، قال هذا الرجل فلان بن فلان الفلاني ويعمل في المكان الفلاني. ما شاء الله تبارك الله، الله يغنيه وكثر الله خيره، والله يكثر خيره ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما شاء الله تبارك الله. قال هذا الرجل كل ما يجي يفطر عندي يسوي الطريقة هذه، يسألني كم الحساب كذا من غير ما حد يحس، أحسب له الطاولات كاملة كلها كذا وكم المبلغ كذا يدفع، ويجي ماشي هو خارج مع الباب يقول ترى أنا حسبت عنكم جميعا. ما شاء الله تبارك الله، كريم ابن كريم. تبغوا تعرفوا مين هذا الرجل؟ شوفوا هذا هو.